تشاهدون في حلقة اليوم. أروح بعمل هيك، برافو عليك أديب وبنام. آخر فرصة لتدخل البيتكوين. كتير من التعديل ومن التصوير ومن مهنة اليوتيوب. من هون نوقف هون. هنكتب التحويل على الشاشة عشان أنا. أهلا بيك يا جماعة، النهاردة رايحين نصور مع حد أنتوا عارفينه أكيد، لو بتدوروا على أي محتوى تعليمي فيه بيزنس أو فلوس أكيد شفتوه. طبعا عايش في البرج ده، هنروح بس نجيب قهوة ونشوف هنعمل إيه. Watch me educate. Yeah, we been coulda started, but it's never late. Do it for my kids, kids. Yeah, let's set it straight. Do it for your kids, kids. Gotta set it straight. It's time to regulate. سألتكوا أسئلة بخصوص البيزنس على الانستغرام، وأكتر أسئلة جات لي هي اللي هنسألها دلوقتي. فعشان نخش يدينا فاضية، لازم نعلي بالقهوة. Let's quit the playing around. First rule to me. Let's keep it clean. ده تاني أطول برج دخلته في حياتي يا جدعان. بصوا الأسانسير بتاعه Infinity. بتحس بفرق الضغط في ودانك. حبيبي التوقيت المصري جدا غريب. بص بص انا هفهمك دلوقتي. طبعا معانا اديب، كلكم عارفينه يا جدعان. عايزين بس الموضوع يشرح لنا ماشي ازاي، ايه نوع الشقه. احنا اتكلمنا عن البرج واحنا داخلين، هيقول لنا نوع الشقه وياخدنا جوله فيها بسرعه كده. هي الشقه عالميه يلا يا صاحبي، هم الادرس بيتش، القعده جدا حلوه. فعندك هذا الصالون كليته مثل ما لك شايفه، وسويته انا مكان العمل. فانت بتشوف موضوع كبير يا جدعان. فانت هون بتشوف هذا موضوع العمل كليته. تعرف حتى ما بعرف ايش اسمه لهي، بس ده المفروض السلايدر. هي السلايدر هي بتجي غريبه الاطوار مشان البرودكشن تكون كتير عالية. وهذا التنين جبته من قبل شي ست. هذا ممكن شمس ينور. هو عن جد تنين بدي. شو إذا بتشغله؟ ينور ستيديوم. بطلع لك تنين. بس ندمت وقت جبته لحد الوزن. كبير. الوزن بس البرودكشن طلع كتير عالي فيه. طبعاً. وهون عندك أهم شغلة الحياة طبعاً. قلت لك موضوع مهم من زمان. هذا الموضوع جداً مهم. بس مش حاطه في الباك جراوند، انا بحترم ان هو مخلي الباك جراوند بالنسبه له بروفيشنال بزياده. بالضبط. مش حاطط فيها اي انجازات، فاهم؟ فهذا هو الصالون كليته مثل ما لك شايفه. حلو. بعدين عندك البيت، غرفه النوم. غرفه النوم كمان كتير حلوه وكتير شرحه. تخت كبير بس عليه انا وانت واربع شباب. بص الفيو. وهون عندك اطفالنا الحلوين، هذا اليكس وأنا وتدي، وهذا جبناه من يومين، هذا سميناه الكسلان. هذا لأنه بيقعد هيك بيموت على حاله. فهدول بيشلوك. ها بيشلوني. هون عندكم الحمام. هو الأدرس الحلو فيه إنه هو بيجيك لكشري فايب. حسيت هو عن جد لكشري فايب. هون عندك الحمام كمان شيء كثير حلو وشيء مرتب. هو سؤال بس، ده تو بيدروم صح؟ أوضتين وصالة؟ لا، واحدة بيدروم. دي واحدة؟ إيه أوضة وصالة واحدة. أوكي. دي تكلفتها كم الايجار السنوي؟ على الدولار 5000 دولار بيطلع كله كامل مع كل المصاريف. ده الشهر ولا السنه؟ الشهر. اوكي، يعني السنه. هنكتب التحويل على الشاشه عشان انا في الماس الدنيا بايظه اليومين دول. اديب اكتر الناس اللي بتشجعني ان انا اعلي الكواليتي. 165000 وعنده كواليتي انا ما بشوفهاش عند ناس عندها ملايين يا جدعان. مي انكلودد. فلازم نعلم الكواليتي شويه. ناخد بقى لفه برده في الجيم والفول لو ينفع. يلا اوريكم ال 5000 دولار في الشهر بيعملوا ايه في دبي. بس شوف عن جد دول 5000 دولار بهذا المكان كتير كتير لاحظتها مناسبه للشيء اللي بيعطوك اياه. يعني. بالضبط. انه اذا انت بدك انا لقيت بيوت بدبي اجارها يمكن 2000 دولار بالشهر، بس ما فيها الميزات اللي فيها بالادرس. فانت ما عم تشتري البيت، انت عم تشتري الميزات. الفاسيلتيز يا الفاليو قصاد الموني رهيبه. او بتعرف شغلي؟ في شغله اخيره ما حكيت لك عليها بهذا المبنى. قول لي. انا بهذا المبنى افقر شخص موجود بكل المبنى. ما ده اللي بيشجع، ده بيشجع دايما. بقول اقعدوا في حته انتوا اضعف ناس فيها عشان ده بيشجعنا ان احنا نعلى. تعرفت على واحد عمره 24 سنه بيشتغل بالاي كوميرس او هيك شغلات، شهريته 900000 دولار. تعرفت على واحد تاني بيشتغل بالكريبتو، شهريته فوق 3 مليون دولار. احنا بورك احنا بورك. ففي شيء كثير نتعلمه والله معنا. طبعا هذا المكان قعدتك هنا بتخليك تعلى غصب عنك. يا واو مان، غصب عنك. ده اللي بيشجعني ان انا اقعد في حته دايما انا افقر واضعف واحد فيها عشان بتشوف حالك ولا شيء. يا عشان المنافسه تعلى. عشان وقت كنت بالسويد والنرويج كنت يعني بالكريتس تبعي بالناس اللي حوالي انا كنت اقوى واحد فيهم. لما جيت لهون مش احسن حاجه. ودعنا المونديال بالظبط. حتى ده نفس الكلام اللي دايما بقول لكم، انا سبت مصر عشانه.
عشان دبي بالنسبة لي حتة بتعليني، حتة بالنسبة لي انا لسه ببتدي من الزيرو تقريبا، فعليت غصب عني عشان انا في مكان كله عالي. هذا مني عشان كده جيت دبي. هلا جيت دبي لسببين، السبب الاول جيتو مشان الناس اللي موجودة هون، بس السبب الثاني مشان الضرائب بأوروبا. لانه الضرائب بأوروبا اخر فاتورة مش قد 135,000 دولار. لا انا مكانك امشي من زمان. عايزين افكار ازاي نعمل فلوس اونلاين وازاي ننجح. السؤال بيقول انه شلون بدهم يطالعوا مساري اونلاين. انا برايي انه فكره هذا السؤال بالبدايه بتكون غلط، لانه او اذا بدي اشرح لك اياها بطريقه كثير قويه، وقت انا كان بدي اطالع مساري بالبدايه كنت عم بركز على الطرق بحسن اطالع فيها مصاري. بس كان السؤال غلط. ليش؟ لانه كل ما ابلش بشغله بحسن اطالع فيها مصاري ما اكمل فيها واغير رايي بسرعه. فكانت طريقه تفكيري غلط والمايند سيت عندي غلط. السؤال الصح اللي لازم ينسال انه الشخص يلي بيطالع مصاري كيف بتكون طريقه حياته وشو هو الشيء اللي بيساويه بطريقه حياته وتفكيره. لانه اذا انت كنت هذا الشخص فانت رح تطالع مصاري. معظم الناس بتحط المصاري كهدف بالنسبه لها، بس هو غلط. على سبيل المثال، اذا انا كان الروتين عندي خلال اليوم كتير منيح وانا قررت بعرف الشيء اللي بدي اياه وبعرف شخصيتي الداخليه بطريقه كتير قويه، فتلقائيا نتيجه الانسان اللي انا عليه حاليا رح يكون مصاري. بس اذا كنت عم بركز على المصاري وبنسى نفسي ما رح طالع مصاري. بس في كتير طرق فيك طالع فيها مصاري. على سبيل المثال اليوتيوب مصلحه كتير قويه، بتعرف هذا الموضوع. مو بس انه من الادسنس، لانه الادسنس ما بطلع مصاري كتير، بس الشغلات اللي انت فيك تبيعها عن طريق قناه اليوتيوب. اي كوميرس موضوع كتير قوي، ما عم بحكي على الدروب شيبينج، عم بحكي اي كوميرس تساوي براند حلو. الاونلاين كونسلتنج شيء انا بساوي والشيء انا بعلمه، هاي كان افضل طريقه بالنسبه لي اذا انت مبتدئ وما معك مصاري نهائيا. في ناس بتساوي SMMA سوشيال ميديا ماركتنج ايجنسي، هذا الطريق حلو كتير بس صار عليه منافسه كتير عاليه لانه كل الناس عم بتساوي. ده الطريق بتاع ايمان صح؟ صح. ففي كتير طرق، يعني في 20,000 انسان عم بساوي نفس الموضوع، فبصير كتير فيه عطب عشان تبقى كومبتيتيف تعمل حاجه زياده يعني. على اللزوم. اوكي، فهدول الطرق اللي حكيت لك اياهم كلياتهم فيك طالع فيه مصاري كمبتدئ اونلاين. اوكي، بس مثل ما قلت لك معظم الناس بتفشل، نسبه كتير اللي بتنجح بسبب المايند سيت. طبعا، وما في حدا بيعلم مايند سيت، لانه ما حدا بيعرف ايش يعني مايند سيت ولا حدا مركز عليها. محدش بيعلمها في الجامعات ولا المدارس الكلام ده كده نهائيا. بيطلعوك من الجامعه على اساس انك يلا اشتغل، بس هم حرفيا ما علمكش اي حاجه تجيب لك فلوس، ما فيش اي حاجه تميزك عن الباقي. بالضبط. هلا بدنا نطلع للطابق ال 75. اعلى واحد صح؟ ايه. هلا رح اعطيك نصيحه بالطابق ال 75، اذا انت كنت كثير تعبان من الحياه ومكتئب، هي طريقه كثير سهله لحتى انه اللي بيحكي مصري دائما بيكون عنده ادفانتج او بكثير من الشخص اللي ما بيحكي مصري. على وضعنا، لانه انت على وضعنا في كل حته، لانه انت بتحكي 15,000 كلمه بالثانيه بينما احنا كثير بطيئين بالحكي. بستغرب ان ازاي بتتكلموا بسرعه كده، بس احنا ده العادي يا جدعان المفروض. هذا يعني ادفانتج كثير قويه. الحلو كمان بالادرس ليش ما في داعي تطلع لبرات المبنى نهائيا. يا انا بحب دايما البيلدينجز معظمها هنا، اللي يبقى البول والجيم وكل حاجه جوه عشان ما تضيعش وقت. كل شيء 100%. هلو مان. هلو، هاو ار يو؟ وبعدين هون عندك الجيم. ليتس جو ماي تايب اوف بليس. فهون عندك ادوات الجيم كلياتها، والفيو جدا حلو. هو بس الفيو انا مش محتاجه اتمرن، هو الفيو خلاص. هون الفيو انت عم تركض هيك بيكون شكله. فهذا الفيو بيجي خبيث. يا ولد روعة روعة. فتشوف الدنيا كلياتها. يلا كمل الطريق، يلا كمل. لو قعدت ابص هقعد. فيك تطلع فيها تساوي تمارين وتساوي ستريتش والشغلات اللي انت حابب تساوي. واحد يجي يتامل الجي بي ار كله باين من هنا. طيب لو واحد عايز يعمل فلوس وعايز يتعلم مايند سيت وعايز يتعلم ازاي يبيع اونلاين، يروح فين؟ يعمل ايه؟ هلا شوف، انا هي المشكله لقيتها بالوطن العربي من زمان، وكانت المشكله عندي اياها انا، لذلك سويت كورس من الصفر للمية. حلو. الشيء اللي عملته بهذا الكورس انه وقت انا كنت صغير وبلشت من قبل 6 سنين، انا ما كان في حدا اسمه اديب يلي هو انا هلا كان عم علمني، فانا حطيت 6 سنين من حياتي مشان الاقي طرق مختلفه شلون اطالع فيها مصاري. فجربت نتورك ماركتينج، تعرف الماركتينج الهرمي. جربت الماركتينج، جربت الاس ام ام اي، جربت كثير شغلات، بس ما كنت عم بنجح نهائيا.
ما في كان عندي منتور عم بقول لي انه لازم تساوي هيك لازم تساوي هيك لازم تساوي هيك، فكنت عم بحاول اساوي كل شيء بايدي. حلو. ولما اكتشفت الطريق كلياته وعرفت الاغلاط يلي حصلت، قام اخذت كل هاي الاغلاط حطيت كل الحلول كشخص مبتدئ جاي من سوريا من حلب مثلي، انا لاجئ فما كان معي مصاري، ما كان معي راس مال، ما كان معي محط على الجامعه ولا اي شيء. دي اكتر حاجه بحاول اعلمها للناس، ان احنا زيكم بالظبط، احنا ابتدينا تحت الصفر، يعني انت المفروض تسمع مننا عشان احنا مرينا بكل اللي انت هتمر بيه. فحاجه زي اديب هيعلمك من A to Z. اقول لهم ليه كورس من الصفر ايه اللي بيميزه غير انه مثلا مفيش حد مفيش كورس زيه في الوطن العربي بالعربي مثلا، ايه تاني بيديله افضليه عن الباقي؟ الشيء اللي بيميزه انه بعطيك خطه كامله تمشي عليها، ما في داعي تفكر، بشيل من حياتك التفكير الزايد. فبدل ما تفيق الصبح وتقول انا ايش لازم اساوي اليوم، ببلش معك من اول خطوه واللي هي شلون لازم تفكر بطريقه صح. بشرح لك الطريقه النظريه زائد العمليه، بعدين بنروح وبنبني الروتين تبعك مع بعضنا شيء يناسب حياتك. هذا الشيء بمرك ما بتلاقيه بقول باي كورس. انا مستثمر 100,000 دولار بكورسات مختلفه من اجانب، ناس من استراليا، باليو كي، وين ما بدك، بس ما بعلموك هدول الشغلات. بقول لك لازم تضغط هون تضغط هون عشان تطالع مصاري، بس لما بتحاول ما بتطالع مصاري لانه حياتك yeah. فوضويه yeah. فبس خلصنا هذا الموضوع بنروح وبنختار اختصاص مع بعض، بعدين بعلمك شلون تساوي عرض وتساوي تسعير لهذا العرض، بعدين بعلمك شلون تسوي موضوع المبيعات وتحكي وتعلي ثقتك بنفسك، بعدين بعلمك وين رح تلاقي عملاء، بعدين بعلمك كيف تسلم الخدمة، بعدين بعلمك كيف تساوي تيم معك. ما هو إشي مدرسة مش كورس، فاهم؟ يعني ما بي ولا أي شيء ما هو محطوط بقلبه. يعني كل شيء 6 سنين أنا مضيت بحياتي، كل المشاكل أخذتها حطيت الحلول النظرية والعملية وحطيتها بالمكان واحد. وفين نلاقي الكورس ده أديب؟ هذا الكورس موجود برابط، موجود بالصفحة الرسمية لكورس من الصفر للمية، في فيديو. بس أنا بنصح أي يعني بنصح أي شخص قبل ما يدخل أو يدفع مصاري يحضر الفيديو مشان يعرف عن إيش بيحكي الكورس وشلون الرحلة رح تصير. وعلى فكرة كل أسبوع أنا وأزاز بنطلع بنحكي مع الطلاب لايف. أنا بحكي مع الطلاب لايف مرة واحدة بالأسبوع، نحن مع بعضنا كلياتنا جروب كوتشينج، نحكي معهم صوت وصورة، بيحسن يسألني السؤال بده إياه، زائد كوميونيتي مع كل الأشخاص المشتركين بالكورس. تخيل الشيء عم تاخده كورس كامل تعليم سنة كاملة، زائد تحكي معي أسبوعيا تسألني السؤال بدك إياه وبجاوبك عليه، زائد الكوميونيتي، أنت مع أشخاص عم فكروا بطريقة إيجابية. يعني ما عاد في شيء تاني حرفيا يعني مدرسة ما. حرفيا مدرسة، كله هيفيد بعض وهتقعد تتعلم. بس هو ده اللي بتكلم فيه، وهو ده اللي عشان كده سوقت الكورس عشانه قبل كده. دايما بتكلم ان اللي انا حضرته واللي انا شفته مش موجود حرفيا، حاجة ما حصلتش قبل كده وهتفيدك جدا. هلا رح اورجيك ال انفينيتي بول، انا هاجي اقعد معاك قريب. وهون هون يا جدعان الانفينيتي بول. هذا يجي شكله جدا جزيلا. احنا كنا من يومين في ال 360 الاورا، كان الاورا كمان قوي. كان حلو. اظن الاورا احلى من هاد صراحه. ايه يا صراحه احلى، بس الاورا لانه هو انفينيتي بول، بينما هذا اوتيل زائد انفينيتي بول. بس انا عايز اروح بتاع الداون تاون برضه اشوف. شوف لما انا وانت بنتعب كتير من التعديل ومن التصوير ومن مهنه اليوتيوب، من هون بنوقف هون هون راس السنه، بتقعد انت ورفقاتك وبتساوي لكم قعده غريبة الأطوار. بس يقول ده والله، يعني الفكرة احنا الناس بتبقى فاكرة احنا عايشين حياة حلوة، بس احنا اكتر ناس بنشتغل مش فاضيين حتى نبسط، فاهم؟ هلا بنشتغل، بس شوف الشغل كمان فيه شوية بسط صراحة. احنا بنحب الشغل عم نساويه بالظبط. هذا الشيء هذا الفرق هذا الشيء الفرق. او اظن ده السبب الوحيد اللي خلينا نجي نقعد في ادرس البول الاور ده. يا عين عليك. انا مش عايز امشي، بس ورانا شغل ورانا شغل. الله راح اورجيكم البول الثاني. البول الثاني يا جدعان، البول في نفس البيلدينج، احنا بالطابق 77. انا لسه كنت بقول لهم ده ثاني اطول برج. انا دخلت برج خليفه، بس مش عارف ليه حاسس ان ده وداني بتوجعني فيه اكتر. مش معايا برج خليفه، تحس ان الساوند بروف احسن. صح لي بيت ببرج خليفه غرفتين نفس السعر على 8 مليون. برج خليفه ارخص من ادرس بيتش. جد والله؟ والله العظيم. انا كنت عشان ادرس بيتش جديد جديد. انا لما رحت كان ليا واحد صاحبي هناك. الفكره ببرج خليفه ان ريستريكتد، انت لو مثلا في الدور حاجه 70 ساي مالكش اكسس تطلع اعلى. نفس الشيء هون برضو.
نفس الكلام كلهم هنا كده 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 مش عارف ليه. بس الفكره تحس انت كل ما بقول له عايزين نروح حته يقول لي لا ماليش اكسس. صح. مع انه ريزيدنت مش عارف ليه. صح. الموضوع غريب بزياده معطلينه حتى على الريزيدنس اللي جوه. تخيل لو انت جاست بقى تحس انت مش عارف تتحرك. نفس الشيء هون بس يعني بخلوك تروح على الاماكن اللي للكل. انا لسه كنت بقول لهم الاسانسير الوحيد اللي تحس ان انت هتوه فيه مليان زراير. هذا اسرع من لولي هي عم ترقد للاكل. يعني احنا كنا لسه بنتي تصوير وصلنا دور ال 30 يعني لسه بتشغل الكاميرا فاهم. شوف وصلنا مسبقا بال 60. ما يمكن عشان كده الحوار الوداني يا جدعان. الاسانسير سريع فشخ مش عارف ايه الحوار ده. الفرق الضغط سريع في وداني وانا مش متعود فاهم. الناس اللي اهلهم تفكيرهم قديم يفهموا ازاي العالم الجديد اللي احنا فيه وان احنا ممكن نعمل فلوس اونلاين وكده. لو انت مثلا اتحطيت في موقف انك تفهم اهلك ومضطر تشرح لهم تعمل ايه؟ بس هلا هذا الموضوع كثير قوي. ليش؟ لانه وقت انا كنت بحلب ف لما انت بتكون تحت سيطره اهلك او مسرتك من اهلك فما بتحسن ما بتحسن تسوي شيء بدون ما هن يكونوا موافقين عليك. صح. فبالنسبه لي انا حليت هذا الموضوع لما كان القرار بايدي. لانه وطلعت على النرويج صرت انا اصرف عليهم ما هن عم يصرفوا علي انا عم بعطيهم المصاري. فصرت انا اقرر كل شيء. بس إذا أنت بالبيت ومجبور إنك تقنعهم لازم أنت تسيرهم فما لازم تبرك تقنعهم بهذا الشيء. أوكي. الشيء الطريقة أنا كنت بستخدمه كنت أقول لهم إنه على سبيل المثال في هذا الطريق أنا هذا الطريق بدي أخذه أنا رح أكمل دراستي ورح أسوي الشيء اللي أنتوا بدكم إياه 100% بس أنا بدي شوية تفهم منكم لأنه هذا الطريق هو فرصة عبارة عن سنة فأنا عم أشتغل على الطرفين فما في داعي تغير طريقة تفكيرهم لازم تخليهم مقتنعين معك. عرفت يعني بدل ما ابرك اقول لهم هذا طريق احسن من المدرسه يعني تتعارك معهم لانه مره تزبط يقول لك اوكي مره نعطيك مصاري ما بصير تساوي هيك ما بصير تعمل هيك. فانت بدك تقول لهم مثل ما انتم بدكم انا عم بسوي كل شيء انتم بدكم اياه بس انه انا عندي فرصه هي السنه اسمحوا لي بس احاول فيها يعني شجعوني. فبدك ما تدخل بالقتيل. فاهم. ايزي. انا اللي انا عملته بالظبط كده بس انا جيت بعد ما عملت الموضوع ما حاولتش اقنع في الاول وهو لسه ما حصلش. انا خليت الموضوع يحصل كنت بعمل هم عايزينه وبعمل على جنب اللي انا عايزه وبعد ما نجح وبعد ما جاب فلوس جيت اقنعهم بيه بقى انا بعمل كذا كذا بقالي سنه مثلا وبصوا النتائج دلوقتي فين وعملت ايه. لما وريتهم نتائج اقتنعوا ما بتقولهمش فكره وخلاص فاهم. وريهم انت تقدر تعمل ايه مش الموضوع مش كلام عشان هما مش هياخدوك بجد بالكلام لازم تنفذ وتوريهم انت تقدر تعمل ايه على جنب فاهم. هو بالظبط اللي قاله بس انا باجي بعد ما بقنعش قبل بقنع بعد. صح. هلا بدنا ننزل من الام للجي فهو بدي مليار طوابق وحته بس غيرنا بتاع اسانسير عشان نتحرك من حته لحته البرج كبير بزياده يا جدعان. بس اديب شجعني ان انا لازم نعلى بالليفل عشان انا كل ما اجي عند اديب بحس ان الدنيا عندنا بايظه لازم نعلى شويه. بس والله انا اكتر حاجه بتعجبني فيك انك على الشغل كل حاجه توب كواليتي ما بتسترخص في الشغل فاهم نهائيا الا الشغل ما هو بالظبط هو اللي بيجيب كل حاجه ف يعني هو اللي ياخد كل حاجه بالنسبه لك. الحلو بهذا المكان عن جد تحس حالك قاعد بالجنه وتطلع من هون هيك تحس الجنه بلشت انت تدخل بالجنه والله. في شوف هلا الوضع هون هنا الكذا بول صح؟ صح هن اثنين بول يا هداك البول الاول وهلا بدي اورجيك البول الثاني. فينا نروح على البول الاول اول شيء وورجيك اياه. كل دور فيه بول لوحده يا جدعان يعني احنا هنا في حفله بولز. فهذا هو البول الاول. هذا المكان اكثر للعائلات فعليا يا هون بتلاقي الاطفال الصغار جايين وقاعدين وعم يتسلوا. هو البولز دي للاوتيل والريزيدنس للاوتيل للريزيدنس صح. بيعطوك مي بيعطوك بوزه وبيعطوك حنيه وحنان وحب. الناس اللي مش عارفه صحيح البرج نصه اوتيل ونصه اماكن سكنيه ريزيدنس فكلهم ليهم اكسس على البول ده. بس انت عم بتقول نصه ونصه هو مو هيك هو نصه ونصه نصه ونصه بالعرض مش بالطول. النص اللي تحت هو الريزيدنس صح؟ لا النص اللي تحت هو الاوتيل للطابق 18 بعد الطابق 18 ببلش اوكي ببلش ال من 18 ل 75 ريزيدنس. حلو والله. فهذا هو البول رقم 2. هون مو للكيدز هون للشباب الرواق. والله احلى رول البول. البول عندنا الحوار الكيدز بيخليه سخيف بالضبط. فهون بتروق وبتفكر باحلامك وباهدافك. والله وكيف رح تعيش لولي بمصر المره الثانيه. هنبيعها لابو صبيتش. هون مطعم بالليل عشان تتسلى فيه. كمان في مطعم فوق بالإنفينيتي بول محل ما كنا قاعدين. وهون عندك برايفت بيتش يعني هذا البيتش بس للأشخاص اللي عايشين بهذا البرج.
فالناس ما بتبقاش فاهمه انك بتدفع بريميوم برايس لحاجات كتير في نفس الوقت. صح، ما بتبقاش محتاج تطلع بره، كل حاجه عندك. ما بتطلع لبرات هذا البرج نهائيا صراحه. هذا البيتش هذا البيتش اللي هون هذا كليته فقط للعايشين هون، فانت بتشوفه من هون جنبك البلو ووترز، وهذا كليته شوف شاطئ العنوان. هلا هلا برايفت بيتش دي الحاجه الوحيده اللي ناقصه في البرج عندي. انا عايز اقعد هنا اديب. بس لاحظت معظم الناس اللي بتشتغل هون بتشتغل اونلاين. اكيد اكيد ايكوميرس ايكوميرس كونسلتنج. دبي احسن بلد للاي كوميرس واي شغلك اونلاين. يا ايوه هذاك هو الشاب اللي كنت بحكي لك عليه على فكره. اني واحد هذاك اللي متشطح هنيك مع الشورت الاحمر، هذاك بيشتغل بالكريبتو. ها عمره 24 سنه، النت وورث اللي حكى لي اياها 22 مليون دولار. اوبا اوبا اوبا، بس احنا ما بنعملش حاجه. اسمع لسه تعرف الحلو بالموضوع، قال لي اخر فرصه لتدخل البيتكوين بحياتك رح تكون بين الشهر الثاني بين الشهر 12 لاخر شهر الاول. الناس كلها بتشتري دلوقتي يعني. اخر فرصه حكى لي اياها. اكثر شغله بتخليني انبسط او اتحمس اكثر هو وقت تضرب فيديو يوتيوب على سبيل المثال بجيب 800 الف. الشغل مهم بالنسبه الناس، بتبقى فاكره عشان انت لك ما بتشتغلش عند حد انك 24 ساعه انبساط بس ما بتعملش اي حاجه تانية ليها لازمه، فاهم؟ صح. الناس فاهمه غلط خالص، انبساطنا حاجات تانية خالص يا جدعان، انبساطنا ان الشغل بتاعنا يظبط، فاهمين؟ السكسس. ازاي اقدر اعتمد على نفسي واشجع نفسي بنفسي من غير ما استنى حد يشجعني او يقول لي اعمل ايه؟ هذا الموضوع بيكون عباره عن موتيفيشن في اس ديسيبلين. فعلى سبيل المثال، ليش انت بحاجه للتشجيع اساسا؟ انا كنت اسال حالي ليش انا بحاجه اني اشجع نفسي اساوي شيء. لانه اذا بدي طول الوقت اشجع نفسي بنفسي تشجيع بيروح يعني. يعني بيروح وبيجي ولازم طول الوقت، واذا اليوم ماني متشجع ما راح اتمرن وما راح اساوي حياتي. شوف الفرق بالموضوع، بدل ما احط الهدف تبعي انه يكون مصاري، صرت احط الهدف تبعي اني اخلص شغلي. فالحب تبعي بالشغل مو بالنتيجه. بس معظم الناس مركزه على النتيجه. يعني على سبيل المثال، اذا انا دخلت على التيك توك صورت فيديو وهذا الفيديو ما جاب مشاهدات، فانا فورا بقول التيك توك مو شغال والحياه ما شغاله وكل الناس ضدي والحياه ضدي. معظم الناس للاسف كده. بجيب مسدس وبضرب حالي وبموت ونبطل. المشكله نبطل يا عين عليك. فنحن ايش بنساوي؟ بنغير السيستم. انا بصير بحب الافعال اللي عم بتصير باليوم. معظم الناس ما بتساوي هذا الموضوع، بدها نتيجه. بدي مصاري، بدي رو. هي المصاري بتجي بسبب الفعل اللي انت عم بتساويه. ما بتجي بسبب انه انت بدك المصاري. فانا خلال اليوم مو نتيجه، يعني ماني مركز انه اليوم بدي اطالع 5000 دولار خلال اليوم. انا الشيء اللي مركز عليه وقت بفيق الصبح لازم الروتين اللي حيطه يمشي. فانا بتمرن الصبح، بسوي مديتيشن، بقعد على الشغل، بصور فيديوهات اليوتيوب، بحكي مع العملاء اللي عندي. اذا عملت دول المواضيع بروح بعمل هيك، برافو عليك اديب وبنام. حلو. اذا اجت نتيجه اليوم اجت، اذا ما اجت ما اجت، ما بدي ازعل او انبسط. بس معظم الناس اذا طالعت 1000 دولار بتقول واو يوم حلو، واذا ما طالعت 1000 دولار يوم وحش. فبتصير حياته هيك. طبعا اللي عنده اي مشاكل في موضوع البيزنس والفلوس وعايز يعرف يبتدي منين، اديب غني عن التعريف، روح اعمل له سبسكرايب لو انت لسه مش عنده. ولو احتجت اي حاجه هتلاقي، هو اكيد عامل فيديوهات. وطبعا لو احتجت التفاصيل، كورس من 0 ل 100 مغطي لك كل حاجه من A to Z، لينكات تحت الديسكربشن وفي اول كومنت برده. وطبعا حط نفسك قبل كل حاجة، انت الأهم، انت الأول. وقبل أي حاجة خليك على وضعك. أشوفكم الحلقة الجاية. Yeah we been could have started but it's never late. Do it for my kids kids yeah let's set it straight. Do it for your kids kids gotta set it straight. It's time to regulate. We need change now. We need solo, we need Evie in the game now. Make it change so the earth we know can stay around. Make it change cause